اهلا بيكم. خلينا نرجع لمشروع الرمال السوداء ده قبل ما نتكلم على القعده بتاعت السيسي امبارح وهو قاعد مع رجال الاعمال. المشروع ده قديم وكان وله حيتان من زمان، والاخبار زي القطنه ما بتكدبش. لو فتحت جرايد قديمه هتلاقي المشروع ده شغال زي الحلاوه وكان له حيتان. انا قدامي دلوقتي اهو، قدامي الاهرام ايام الاستاذ عبد الناصر سلامه. مافيا الرمال السوداء تسيطر على تلال البرولوس في وضح النهار، ايام ما كان الاستاذ ممدوح الولي رئيس مجلس الاداره والاستاذ عبد الناصر سلامه رئيس تحرير. فوق اهو الترويسه اهي، مافيا الرمال السوداء. الخبر ده امتى بقى يا حضرات؟ 2013. ماشي، هات الخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده ادي بلاغ ضد مافيا، مافيا عبد الرحيم علي وداليا عبد الرحيم، ده في 2013. بلاغ ضد مافيا الرمال السوداء في البرولوس. ماشي، هات الخبر اللي بعده. يقول لك اللي قبلي ما اشتغلوش، يعني مش عايزين نقول ما اشتغلوش. هات اللي بعده، طرح مشروع تصنيع الرمال السوداء في مزايدة عالمية في يناير. ده كان امتى ده يا علي؟ تاريخه اديني تاريخ. 2013. أكد السيد أكا محمد السيد البدوي رئيس جمعية مستثمري مدينة كفر الشيخ أن المحافظ محمد عزت يسعى بكل جهده لطرح مشروعات تصنيع الرملة السوداء بمنطقة البرولوس. طيب اللي بعده يا علي، اللي بعده عشان أوريك بس، ده بقى في 2012. بص ده الخبر اللي قدامك ده في 2012. الرمال السوداء بكفر الشيخ ثروة قومية أهدرتها الحكومات وعابدين طرحها في مزايدة عالمية لم تكتمل. اهو عابدين اول محافظ لكفر الشيخ يفتح النار على مافيا الرمال السوداء، رئيس مافيا الرمال رئيس مدينه بلطين تم القضاء على سرقه الرمال. اهالي كفر الشيخ سعداء بطرح مشروع الرمال في مزايده عالميه، صناعات عملاقه في انتظارها. يعني يا حضرات يقول لك عملنا دراسه جدوى وعملنا كذب. النهارده هو جاي يعمل يعني حلمبوحه كده. لا انت كذاب يا عبد الفتاح، ده الناس من زمان شغالين على الموضوع ده، له مافيا وتقدم فيهم بلاغات وبتاع. بس هو المشكلة ان عبد الفتاح السيسي عايش في الهلبقة، يعني هو مش متخيل ان احنا بقينا الناس دلوقتي لو كنت عشان تجيب جورنال اما تروح دار الكتب والوثائق القومية عشان تجيب نسخة من الجورنال، او تروح الجورنال نفسه يتخش المايكروفيلم وتقعد على جهاز كده وتطلع الصفحة وتتعب ومفيش سيرش. ده انت بتدور في الاعداد بالسنة، تاخد سنة كاملة اعداد كل يوم وتقعد بقى الشاشة تنزل قدامك وبعدين تقول دي عايزة دي برنت، كلام فارغ. النهاردة عبد الفتاح اي عيل اي طفل بيعمل سيرش بيطلع الحاجات. فانت لما تقعد تكلم المصريين افتكر ان الدنيا اتقدمت، احنا مش في عصر عبد الناصر. ده موضوع الرمال السوداء. نيجي بقى لموضوع رجال الاعمال اللي هو قال لهم امبارح وهو قاعد معاهم كده، احنا كلنا في مركب واحد. بيقول لهم عايزين حلول مش عايزين مشاكل، احنا في مركب واحد وساعدوني في المؤتمر الاقتصادي نحط خريطة عمل نمشي عليها. نسمع كده بقى. سعيد بلقائكم، كل الدعم لكم، الدعم ده وجهدكم احنا محتاجينه، ندعكم احنا محتاجينه وزياده. انا بكلمكم النهارده في البدايه ديت، انا عارف طبعا رجال الاعمال دايما والمستثمرين يعني بيفكروا طبعا في اشغال وانا معاهم ومصر محتاجه. احنا نقدر نتكلم بتواضع شديد دلوقتي ان الدولة قادرة على الانطلاق بجد، قادرة على الانطلاق بجد. يبقى تبقى ايه؟ ان احنا كدولة معاكم. اه احنا واثقين فيكم جدا، وده برضو كلام مش معنى. طب احنا محتاجين ان احنا ندعم ده طبعا، نشجعه ايوه، نكبره ايوه. احنا مركب واحدة ونحقق توازن في الطرح، لكن ما بقاش الموضوع كله تحديات ومشاكل، وده امر احنا نسمعه، ولكن ايضا افكار. يعني احنا دلوقتي الراجل دلوقتي التاجر لما يفلس يدور في دفاتره القديمه، الراجل دلوقتي بدا يدور على رجال الاعمال بقى، ما عايزين نورطهم بقى. السيسي مزنوق فرمى الهلب على رجال الاعمال. رجال الاعمال دول اللي مص دمهم، والله مص دمهم. افتكر معايا كلمته اللي قالها في مسرح الجلاء لما اتكلم زمان ايام مشروع قناه السويس، التفريعه بتاعته دي، لما قال لهم لا انتوا ما تعرفونيش،
اسألوا الجيش عني. أنا عايز أملى الصندوق ده بمئة مليار. عارف دخل مقاول. افتكرهم دلوقتي. السيسي اللي كل شيء أخده الجيش. كل شيء بنى وزراعة وكل حاجة وتعليم. جاي النهاردة يفتكر رجال الأعمال عشان عايز قرشين ومزنوق في الفلوس لدرجة إن المشروع اللي لسه بيتكلم إنه قال إيه فتح مشروع النهاردة. مفيش مشروع. المشروع ده من 80 سنة. لسه النهاردة بيعرضوا عادي للبيع لأنه قال إيه كلفه 200 مليون دولار. اسمع. من أول المشروع ده متاح يا دكتور مصطفى؟ أيوة. متاح لكم أنتوا تخشوا فيه؟ طبعًا. اللي عايز يتفضل. والكلام ده بقوله في كل مشروع هتفتحه. أنا بقول لك الكلام ده للي بيهتم بالشغل ده. شركات القطاع الخاص أو لو هي عايزة تخش حتى في شراكة مع الدولة يا دكتور مصطفى إحنا إيه؟ جاهزين. جاهزين يعني إيه؟ المشروع ده تقريبًا يعني 200 مليون دولار يا وليد؟ تقريبًا. لا كله على بعضه يعني هنقول اي كلام اي ارقام بتتضرب. المشروع بقى يكلف 200 مليون دولار يا وليد. فطبعا وليد يتقطع لسانه قبل ما يقول له يا ريس 200 فين عملناها بيهم ايه. المشروع بقى له يعني في 2000 من ايام مبارك شغالين فيه وبعدين في 2012 دخلوا فيه تاني وفي حتان من قبل من ايام مبارك. مش بس كده ده قال لهم لموا من بعض 25 30 مليار جنيه واعملوا كام مصنع هنا. يلا بقى عايزين عايز بص انت فاكر الليمبي لما قال للراجل في العزا عايزك تتشقلب في العزا ده هو عمل زي الليمبي بالظبط. لما قال سبكي بص انت تخش بقى تتشقلب في الصوان هو قال لك احنا عايزين ايه 25 30 مليار كده واعملوا بقى شويه مصانع. اسمع اقول كده ليه بقول للقطاع الخاص شكل مجموعات متوافقه مع بعضها انتوا اصدقاء وتشتغلوا مع بعض فكروا ان انتوا تقولوا طب هنعمل كام نحط فيه مثلا 25 30 مليار جنيه بتدفقات ماليه المشروع ده ممكن يخلص في سنتين مش كده يا وليد ولا ايه؟ دلوقتي سنتين لا انا اقصد اقول حتى المسار اللي احنا مشينا فيه خد مننا وقت لكن هم مش هيعيدوا مش هيعيدوا دراسات تاني مش كده مش هتعدى طيب فانا بقول في سنتين يبقى انا النهارده لو قلت في 20 25 30 مليار جنيه من القطاع الخاص شغال في الموضوع ده بتدفقات ماليه خلال سنتين هيكون عندنا مصنعين ثلاثه اربعه اكتر بص انا عايز رجال الاعمال يتشقلبوا لي في المشروع ده اتشقلبوا في الرمال السوداء هاتوا عيالكم وهاتوا قرايبكم وتشقلبوا في الرمال السوداء. طب معلش هو انت لما انت مهتم كده قوي برجال الاعمال وبقيت حنين عليهم وافتكرتهم وعايز عايزهم معاك يعني تقدر تقول لي ليه بيتصدر في المشهد دايما في كل المشاريع ضابط جيش وكأن مصر ما فيهاش رجل اعمال؟ تقدر تقول لي ليه التناقض ده؟ ليه كل الموجودين في القاعة من ضباط الجيش في نفس الوقت بتقول لرجال الأعمال اتفضلوا 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 يا جماعة مش معقول اتفضلوا ده السفرة جاهزة. والله العظيم على رأي اللي قال أشوف أمور أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك استعجب. شوف عدد الجيش عامل إزاي في القاعة. اتفضل. كلمة اللواء مهندس مجدي طويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء. لا فعلا ده انت عملت شركه رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للرمال السوداء وبعدين البنت دي طالعه مش ظابط ليه؟ البنت هات البنت كده مش ملبسه ظابط ليه؟ ليه مطلعها بكحل وحاجات كده؟ هو ده ينفع في الجيش؟ احنا هنحط احمر في الجيش؟ مش معقول كنت لبسها كاب وبرده باري واديها رتبه مقدم نجلاء الحاجات دي يعني ليه مطلعها كده لابسه وايه اللون اللي لابساه في الجيش ده؟ وبعدين انت رحت خلاص عملت شركه عملت شركه كريمه السيد اللواء مجد الطويل رئيس مجلس اداره شركه الرمال السوداء عملت شركه ورئيسها ضابط جيش يعني شركه تبع المشروعات الوطنيه بتاعت الجيش. طب رجال الاعمال يتسولوا من الجيش المفروض يا حضرات الحكايه دي تروح لوزاره الثروه المعدنيه وزاره الصناعه وزاره مختصه لكن لا ده راح عمل شركه وليها مجلس اداره. طب حد يقول لي مجلس الاداره بتاعتها هيبقى مين بقى؟ مجلس الاداره ده يعني عضو منتدب يعني ناس جايه بتمثل العاملين وقطاعات في الشركه. مين مجلس اداره الشركه دي؟ هو واحد بس مجد الطويل.
هات من اول نبي الله يخليك التايتل بتاع سياده المقدم نجلاء. كلمه اللواء مهندس مجدي طويل رئيس مجلس اداره الشركه المصريه للرمال السوداء. نشرف اليوم بافتتاح سيادتكم لمجمع مصانع تركيز وفصل المعادن الاقتصاديه الثقيله المستخرجه من الرمال السوداء بمنطقه البرونس بمحافظه كفر الشيخ. اللواء مجدي الطويل اتعين امتى رئيس مجلس اداره؟ وبعدين انت عايز تقنعني انك انت كده بتسلم للقطاع الخاص؟ ويقول لك القطاع الخاص بيشكل 75%؟ ده اخر شركه انت نصب فاتحها اهو فيها اللي هو رئيس مجلس اداره. مين مجلس الاداره؟ وفين مكانها؟ في اداره المشروعات في الجيش. وعشان تعرف انك مش بتثق في اي حد غير ضباط الجيش بتوعك، فانت لما سافرت قطر تقابل الامير تميم. الامير تميم اللي انت اثناء كلمته في مؤتمر الجامعه العربيه سبت القاعه ومشيت. فاكر يا علي وقلبك اسود زي كده؟ فاكر في اجتماع جامعه الدول العربيه لما الامير تميم حب يلقي كلمته اول ما قال بسم الله الرحمن الرحيم السيسي خد الرجاله ومشي؟ انت لو دورت على اليوتيوب دلوقتي هتلاقيها. لو دورت على اليوتيوب هتطلعها. ولو ما طلعتهاش يا علي انا هزعل قوي قوي منك. فاكر يا علي؟ مش ده الامير تميم؟ افتكرت والله وانا قاعد دلوقتي، معلش. اصل الشيء بالشيء يذكر. لما رحت قابلت الامير تميم ما هنش عليك تاخد معاك رجال اعمال مصريين او مستثمرين مصريين، ما خدتش معاك بني ادم. ولما رحت حتى تقابل الغرفه بتاع التجاريين ورجال الصناعه في قطر انت اللي قعدت تشرح لهم ومصر فيها نيل وفيها بحر احمر، انت اللي قعدت. وساعتها انا طلعت علقت عليك اهو. الحلقه 13 سبتمبر 22، العب يا ريس. السؤال بقى، هل اللي بيحصل ده يليق بمصر؟ حضرتك هتقول لي وايه اللي بيحصل؟ هقول لك انه عبد الفتاح حسين خليل سعيد السيسي لما راح قطر راح معاه سامح شكري وعباس كامل ووزيرة التخطيط ووزير البترول وكم واحد كده تانيين. مفيش فيهم رجل اعمال واحد خالص على الاطلاق. هات بقى الفيديو كده يا صالح الاولاني. فلما السيسي راح بقى هو طبعا لان هو الجنرال الاوحد، بص وقف هنا، هو الجنرال الاوحد، هو المقاول الاوحد، هو الجندي الاوحد، هو التلميذ الاوحد، هو كل حاجه. فالاخ عبد الفتاح نازل يحضر اجتماع مع رجال اعمال القطريين، نازل بذات نفس شخصيته اللي جنبه مش الامير تميم. الامير تميم سايبه لان دي الدوله. الامير تميم عارف يعني ايه دوله. رجال اعمال يقابلوا رجال اعمال. لكن المعلم نازل عامل فيها المقاول بتاع مصر، يعرض فيلم عن المشاريع اللي ممكن نعملها مع بعض ويكلم رجال الاعمال ومعاه رئيس اتحاد رابطه رجال الاعمال القطريين. مع احترامي وتكريم وكل تقديري ليه ولكل رجال الاعمال القطريين اللي قاعدين، بس اللي يقعد مع ده رئيس اتحاد الصناعات، اللي يقعد مع ده رئيس اتحاد رجال الاعمال المصريين، انما ما يقعدش مع مفروض اكبر راس. ولان السيسي يعتبر زعيم النظام ده المفروض ما يقعدش هو. المفروض اللي يعرض المشاريع رجل اعمال زي الراجل ده. والناس دي تقعد مع بعض بدليل ان الامير تميم مش في القعده اصلا. سابه. ده اللي قلته لك يوم 13 سبتمبر. افتكرت دلوقتي رجال الاعمال؟ ها؟ انا علي لقى الفيديو مسي علي جدا. فيديو فاكر انت لما الامير تميم القى كلمته في قمه الجامعه العربيه وفجاه رحت انت سايب القاعه ومشيت؟ افكرك بس انت ورجالتك على رجاله، فاكر؟ قالكم السابقه ان خطوره المرحله التي يمر بها وطننا العربي والمنطقه ككل والعوائق امام تحقيق تطلعات الشعوب التنمية والأمن والاستقرار تتطلب منا كثيرا من الواقع. فاكر انت فاكر الحركه الناقصه دي؟ يعني مش بس كان سامح شكري
هو اللي وقع الميكروفون بتاع الجزيرة، ولا أحمد موسى اللي أبح على قطر، ولا نشأت الديهي، ولا عمرو أديب. ده أنت بذات نفس شخصيتك خدت بعضك، وأول ما الراجل قال بسم الله الرحمن الرحيم خدت بعضك ومشيت أنت. يلا رجالة حش يقعد. أديك اتذليت ورحت قطر وقعدت مع رجال أعمال القطريين. افتكرت دلوقتي النهاردة رجال الأعمال فاكر وبتقول لهم إنه إحنا في مركب واحد؟ يا راجل ده أنت رحت روسيا من غير رجال أعمال، الكويت ولا مرة شفتك في زيارة واخد معاك 3-4 من رجال الأعمال. أنت عارف رجال الأعمال فين؟ أنت نكلت بيهم من أول صلاح دياب زمان قوي قوي، لما نكلت بيه وطلعت فضحته والجرايد جابت صوره وهو لابس الكلابش واقف بالبيجامة في البيت. فاكر؟ أفكرك استهداف رجال أعمال بارزين بمصر لماذا الآن؟ أهو اطلع القبض على رجل أعمال صلاح دياب للمرة الثانية. فاكر صلاح دياب ده؟ جهينة في بيان البورصة التحفظ على سيف صفوان ثابت، صفوان وابنه يعني الاثنين اعتقلوا. مش بس كده، السويركي جوه السجن اداك اللي انت عايزه 10 مليون جنيه، دفعهم لك الراجل زي الحلاوة، وبتاع السويركي ده بتاع توحيد النور. ازاحة العربي من عرش توشيبا، الازمة بدأت منذ عام لصالح شركة صينية. ها في تاني، مالك التوحيد النور يتغرب 10 مليون جنيه بعد القبض على الصندوق السيسي. بالعافية بالعافية، تفاصيل سيادات المخابرات العسكرية بالعافية. اللي مش هيت يا راجل ده، حتى كامل الوزير عشان يعمل محطات للقطار القطار الكهربائي جاب رجال الاعمال خلاهم دفعوا بالدولار مش بالجنيه المصري. افتكرت دلوقتي رجال الاعمال وجاي تقول لهم احنا في مركب واحد، شوفوا انتوا عايزين ايه واعملوه، بس ما تفتكرش ان احنا دوله مدنيه، لا، تروحوا تشتغلوا مع العسكر، تروحوا المجد الطويل اللي هو مجد الطويل رئيس مجلس اداره شركه الرمال السوداء، ماشي، وتروحوا تاخدوا منه بقى ايه نصيبكم من البيع، يعني الجيش برضه هو اللي في الموضوع.